مساكم الله بكل خير. الشاشة في الهواتف، توكلنا على الله. في هذه الخريطة الذهنية السريعة اللي سويت لك وانا سوق سيارة فيها الفكرة كاملة، لكن راح نفصل. نبتدي بزجاج الشاشة. زجاج الشاشة هو الزجاج الملموس على الشاشة اللي من خلال اللمس تضع اصبعك عليه، هذا هو زجاج الشاشة. وفي منه انواع، عشان ما تضيع اشهر نوع هو غوريلا جلاس. طبعا في جابان ديسبلاي، وفي شاشات غير معلنة وشاتر بروف، والشاشة اللي استخدمها سوني. غوريلا جلاس، غوريلا يعني غوريلا، جلاس يعني زجاج، يعني زجاج الغوريلا، وتلقى عليها رسمة غوريلا واختصارها جي جي. وصلنا اليوم لغوريلا جلاس 5، واول من وضع الغوريلا جلاس 5 هو النوت 7، واول من وضع الغوريلا جلاس 4 هو النوت 4. بين قوسين غوريلا جلاس 4 كان غير معلن عن النوت 4 بسبب ان سامسونج نزلت نسختين، غوريلا جلاس 3 و4، فما اعلنت عنه. الترتيب الزمني، غوريلا جلاس كان موجود على الاول على الاس 1، الثاني على الاس 2 والاس 3، الثالث على الاس 5، الرابع على الاس 6 و7. ومن خلال هذه السلسله، طبعا الاس 8 عليه غوريلا جلاس 5، من خلال هذه السلسله راح تعرف امر ان كل جهاز وسرعه الكسر. اعطيك الترتيب، الاول كان سريع الكسر والخدش، الثاني كان سريع الخدش، الثالث كان سريع الكسر، الرابع بالنص، الخامس سريع الخدش. اليوم 2017 نحتاج غوريلا جلاس 5، وهذا الامر ما حصل مع الهواوي ميت 9 برو، حصل مع البي 10 بلس والاس 8. ما نبي نطول في موضوع الجلاس، اليوم الرقم وصلنا لرقم 5 في زجاج الشاشه. نوع الشاشة، في نوع الشاشة احترم كل الاذواق واقدر كل الاذواق، لكن وجهة نظري حسب تجربتي ان سوبر امولد خلاص. لازم تعرف ان الشاشة الاصلية هي OLED، وينحط عليها AMOLED، بعدين ينحط قبلها بروفايل سوبر AMOLED. هذه بعد بين داشين راح يجونك المشبحون في الارض يقول لك ابل حطت اوليد ما حطت AMOLED. حطيت لك الشرح. وابل اشترت 60 مليون حبة وزادتهم ب 30 مليون من شاشات OLED من سامسونج، وراح تعتمد بروفايلها الخاص فيها. طبعا فكرة الشاشات عميقة جدا جدا، مو غشمرة، عميقة جدا. لكن في موقع انا افضل انك تتابعه، وهو الموقع التالي. اذا انتهينا من زجاج الشاشة ومن نوع الشاشة، وننتقل لدقة الشاشة. دقة الشاشة هي ترجمة كلمة Screen Resolution، وهي المتعلقة بعدد الأعمدة والصفوف المتواجدة على الشاشة حسب البكسلات، وبالتالي عدد الـ PPI. ولمعرفة كيف تحسب الـ PPI، يسعدني ويشرفني أن موقعي هو النتيجة رقم واحد في جوجل إذا كتبت كيف تحسب الـ PPI. كلما زادت دقة الشاشة بالنسبة لحجم الشاشة زاد الـ PPI، والـ PPI هو بيكسل بير انش، وهو عدد النقاط على الشاشة، ويزيد جودة وألوان الشاشة جمالا. الدقة المتواجدة في الساحة، طبعا سابقا كانت VGA وQVGA، اليوم هي HD Full HD Quad HD Quad HD Plus 4K. عندي وجهة نظر في موضوع دقة الشاشة. دقة الشاشة تعتمد على حجم الشاشة لحد معين من الـ PPI. بعد تقدم التكنولوجيا وقدمت ميمكس فكرة الاستغناء عن السماعة العلوية أصلا، صارت الفكرة قابلة للتوسع. والحجم المناسب بالنسبة لي للشاشة هو حجم الزوك زي 2 برو، هو أفضل حجم للإمساك باليد إذا تم استغلال مساحاته ممتاز. الزجاج، النوع، الدقة، حجم الشاشة. حجم اليوم اللعبة غيرتها شاومي. انحناء الشاشة، انحناء الشاشة أمر بالنسبة لي غير محبب، على أنه كان ترند في يوم من الأيام، لكن بالنسبة لي أنا الفلات مقبول أكثر. اليوم الانحناء وين راح يكون؟ راح يكون من اسفل يمين واسفل يسار وفوق على يمين وعلى يسار. افضل تجربة للهاتف هي ان يكون الهاتف مسطح لاشعار اخر، للحين تطور التكنولوجيا اكثر وليس قطع جوانب الهاتف. تقنيات الشاشة، البصمة على الشاشة والفورس تاتش على الشاشة. البصمة على الشاشة تشترط تواجد شاشات OLED او AMOLED. النت، سطوع الشاشة، للشاشة سطوع، وعادة الشركات لا ترفع هذا السطوع للحفاظ على البطارية. تقنية الـ HDR على الشاشة هي قوة اللون الأسود والأبيض، وبالتالي يعطيك تباين أفضل فتحصل على نتيجة أفضل. للعلم أنا ما بدي أتفلسف، لكن بعد في أمور للشاشة هذه أهمها في عالم الهواتف. أقوى الشركات في عالم الهواتف سواء هاردوير أو سوفتوير، طبعا هي سامسونج، إن كان في شاشتها أو بالفيديو انهانسمنت للفيديو مثلا. هذا هو الجزء الأول من يومنا، أتمنى أنك تطيق فرة على شاشات و
تعمق فيها أكثر علشان تفهم فكرة الشاشة في الهاتف.